السلام عليكم ميزامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كالعاده وكما عودناكم خطره على خطره نجيب لكم لغز ولا سؤال يحيركم، ما عليناش. ولكن ما لقيتش اجابه، يا ريت صفحه غنيه بكل شيء، فيها المعرفه، فيها اطارات، فيها ما شاء الله عليكم. ما عرفتوناش اجابه، سقسيتكم هذا النهار قلت لكم كاين الشعل والضوء والظلمه وين تروح، ما لقيت اجابه. زيدوا سقسيتكم قلت لكم لماذا البيتزا مدوره ونديروها في علب مربعه وناكلوها مثلثات، ايضا ما لقيت اجابه. السؤال تاع اليوم يقول ما هو جمع اخطبوط؟ اصحاب اللغه العربيه بينوا نشطارتكم، ما عليناش. نزيدكم واحده، ما هو جمع كلمه دلو؟ هذو ساهلين اخوتي، هذو ساهلين بزاف، ما تعرفوهمش كارثه، لانه الصفحه نتاعي غنيه بالمواهب، غنيه بالاطارات، غنيه بكل شيء، ما شاء الله عليكم. ما تعرفوا تجمع كلمه اخطبوط اخوتي؟ هيا تيري برك، تيري برك. واللي يعرف الاجابه متاكد منها يخليها بار ميساج باش ما ينقلوش اخوتي، دير يدك راك فاهم. السلام عليكم اخوتي، نتمنى نلقى اجابات. بارطاجي لنا هذا الفيديو باش يجونا مواهب وكفاءات المعرفه. تحياتنا لكم، سلام.